طيب في بداية عايزين نعمل مقارنة سريعة كده ما بين البيلدر باترين وبين الفاكتوري باترين. كنا قلنا قبل كده ان كل واحد فيهم او الاثنين يعني بيحاولوا انكابسوليت الاوبجكت كرييشن عن الاوبجكت يوزج. طب ايه الفرق بينهم؟ قال لك الفرق بينهم ان الفاكتوري باترين بالاساس بيحاول او بالذات لو كنا بنتكلم في حاجه زي الراندوم فاكتوري كرييتور حاجات زي كده يعني بيحاول يخلي الكرييشن يتغير في الران تايم صح. ففي دايناميك كرييشن، انا اصلا وانا بكتب كود مش عارف بالظبط انهي اوبجكت او اوبجكت من انهي تايب هيجي لي، ممكن مره يجي لي انمي صعب انمي سهل انمي كبير انمي رفيع اي حاجه. فالقصد ان انا مش عارف ايه اللي هيتكريت، والفاكتوري باترن بيساعدني ان انا ااجل القرار ده للران تايم بشكل ما يعني. بينما البيلدر باترن اهو انا عارف ايه اللي هيتكريت فعلا، انا بكريت one object one specific complex object بس عايز اكريته يعني step by step ماشي، واحتفظ بالستيت في النص، وعايز اكون عندي full control عن طريقة الكرييشن دي. مثلا بعمل عربية فعايز اجمع كذا الاول الجزء الاولاني الاول بعدين الجزء الثاني الجزء الثالث، عشان لو بدلت الترتيب ممكن حاجة تبوظ في العربية مثلا ايا كان يعني. فانا عايز يكون عندي full control over the process of creating the complex object ده. فنوعا ما ده static عادي بس هو حاجة complex، بينما التاني بيكون dynamic. الحقيقة الحاجة اللي ممكن تكون بتلخبط شوية هي المقارنة ما بين البيلدر وما بين الابستراكت فاكتوري بالذات. الابستراكت فاكتوري زي ما شفنا قبل كده كان بيجمع حاجات related لبعض يعني. احنا من كارية البيتزا مثلا الانجريدينتس بتاعت البيتزا جمعنا مش عارف الخضروات نوع الخضار ونوع العجينة ونوع مش عارف ايه بشكل ايه بشكل منظم، واخترنا الكومباينيشنز المظبوطة باستخدام الابستراكت فاكتوري باترن. فمش ممكن حد يقول يا جماعه طب ما احنا فعلا نعتبر عملنا كرييشن لكومبلكس اوبجكت اللي هو البيتزا باستخدام الكومبوننتس دي. نوعا ما هو الحقيقه في جزء كده اوفرلابنج ما بين الابستراكت فاكتوري والبيلدر، بس بشكل عام الابستراكت فاكتوري مش لازم يكون بيكرييت اوبجكت واحد. هنستخدمناه في البيتزا عمل اوبجكت واحد اللي هو البيتزا، بس ده مش لازم يعني. ممكن اعمل ابستراكت فاكتوري عشان مثلا اجمع طقم هدوم صح. فممكن مثلا انا بجمع قميص مناسب مع بنطلون مناسب مع طاقيه مناسبه مثلا ولا مع كوتشي مناسب وهكذا. فمش لازم يكون دول كلهم في الاخر بيكونوا وان كومبلكس اوبجكت لا يتجزا يعني، او الحقيقه لا مش لازم حاجه زي كده. برضو الابستراكت فاكتوري وظيفته ان هو يجمع كومبوننتس ريليتد لبعض او كومباينيشنز ريليتد لبعض، مش لازم تكون الكومباينيشنز دي او مش لازم هو بنفسه يجمع الكومباينيشنز دي في وان كومبلكس اوبجكت او بيرجع حاجات ريليتد لبعض يعني. ممكن مثلا تكون حاجه زي الشمس والشمسيه حاجات ريليتد لبعض في اي ابلكيشن انا بعمله، مش لازم ده يكون معناه ان الشمس والشمسيه بيكونوا اوبجكت واحد يعني ماشي. الشمس والشمسيه مثلا والقمر والتلسكوب مثلا ماشي، فيعني نوعا ما الحاجات ريليتد لبعض مش لازم تكون بتكون اوبجكت كبير. طيب في هنا مقارنه ظريفه لقيتها على الموقع ده فممكن نقولها كده بسرعه خلاص. بيقول لك بيقارن البيلدر والابستراكت فاكتوري، بيقول لك مثلا الابستراكت فاكتوري بيمفسايز a family of product objects either simple or complex. هو بيكون family of الحاجات صح زي ما قلنا من شويه الشمسيه والشمس. البيلدر هو بيكون complex object واحد step by step وبترتيب معين. طيب الابستراكت فاكتوري بنحاول ندفاين different types of factories عشان ابيلد many products and it is not a one builder for just one product. انا بكون فاكتوريز كتير قوي كل فاكتوري بيكاري برودكت معين مثلا مش عايز كده. طيب انا البيلدر انا عايز ابيلد one complex but one single product في الحاله البسيطه يعني، او ممكن اعمل كذا بيلدر زي ما شفنا قبل كده بس كل بيلدر فيهم برضو بيكون one complex object في الاخر. الابستراكت فاكتوري بيخلي لي choice of what concrete type of objects to be made until the runtime. خلاص الراجل ده مهتم اكتر بالديناميك اوف ديناميك بيهيفير يعني في الران تايم بقرر هعمل انهي نوع انواع الانميز، انهي نوع انواع الباور ابز لو انا بعمل جيم، او انهي نوع انواع الحيوانات لو انا عايز اعمل زو بتطلع لي حيوانات بشكل عشوائي في وشي مثلا. بينما البيلدر لا انا بهايد بس اللوجيكس والاوبريشنز بس بكريت كومبلكس اوبجكت انا عارف هو ايه، هو ستاتيك انا عارف هو ايه في كومبايل تايم، بس انا بهايد الاوبريشنز واللوجيك بتاع الكريشن ده. الابستراكت فاكتوري كل ميثود كول بتكرييت وبتريتيرن ديفرنت اوبجكتس. فاكرين لما قلنا مثلا فانكشن اسمها جيت كنا بنقول اسمها جيت دف بس اكتشفت ان هي جيت اسمها دو تقريبا، فهي جيت دو العجينه بيسموها دو. طيب المهم يعني فانا فانكشن بتجيت الدو وفانكشن بتجيت مش عارف الفلفل وفانكشن بتجيت كذا. فكل فانكشن جوه الابستراكت فاكتوري كان عندي برودكتس كتير، كل فانكشن اسمهم جيت برودكت اي جيت برودكت بي جيت برودكت سي، كل واحده بترجع نوع من انواع الحاجات ماشي، عجينه مثلا وخضروات وجبنه وهكذا يعني. بينما البيلدر كل فانكشن بتغير في الستيت صح، كل فانكشن مثلا بتست البرايس بتست الهيد تايب بتست البادي تايب، وبعد كده في فانكشن واحده بس في الاخر بترجع الاوبجكت صح. في الاخر خالص
كنا عملها ايه دوت بيلد صح فانكشن دوت بيلد دي او فانكشن بيلد يعني هي كانت بترجع لي نيو روبوت هي بترجع الاوبجكت بقيه الفانكشنز بتبارتشلي بيلد ذا اوبجكت حلو الابستراكت فاكتوري بيفوكس اون وات از ميد بينما البيلدر بيفوكس اون هاو ات از ميد الابستراكت فاكتوري زي ما قلت كده احنا مثلا عايزين نرجع نوع معين من التشيز مع نوع معين من الخضروات مع نوع معين من العجينه مثلا ثين او ثيك فانا بفوكس انا عايز وات از ميد انا عايز انهي كومبينيشنز مع بعض البيلدر فاكتوري لا هو مهتم اكتر بازاي ابني الاوبجكت ده هاو الاوبجكت ده از ميد ستيب باي ستيب فانا بتدخل في طريقه الكرييشن بتاع كل بارت من البارتس والاوبجكت ده ستيب باي ستيب لحد ما ابني الاوبجكت كله فكده بفوكس اون هاو ات از ميد جميل كنت عايز احط برده اليو ام ال دياجرام بتاع البيلدر باترنز الحقيقه مفيش اكتر من اليو ام ال دياجرامز على النت يعني فاللي عايز يشوف اليو ام ال دياجرام يدور عليه اسهل يعني